طيب خليني ابدا معاك ملف الاهلي والترجي بتمرينه النهارده. معانا زميلنا محمد توفيق في النادي الاهلي، خلينا نطمن على تمرينه النادي الاهلي النهارده بعد طبعا 48 ساعه كانت راحه بعد مواجهه بيراميدز في مباراه السوبر في ابو ظبي، والعوده كان قرار مستر كولر بانه يكون في راحه 48 ساعه ومن بعدها تبدا فتره او مرحله الاستعداد اللي بدات النهارده. نروح لزميلنا محمد توفيق في النادي الاهلي نطمن منه على تمرينه الفريق النهارده. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك والضيف الكريم كابتن عامر عبد الحميد، طبعا حارس مرمى مصر والنادي الاهلي. برحب بيكم بكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. محمد نطمن، يمكن اول يوم للفريق في مرحله استعداد لمواجهه الترجي في دوري الابطال يوم الجمعه اللي جايه، نطمن منك على شكل الفريق واستعداداته النهارده. بالطبع يا احمد، زي ما ذكرت يمكن الفريق يعني لسه راجع من الامارات 48 ساعه اجازه، اول تدريب النهارده، ثاني تدريب بكره، بعد كده السفر بكره باذن الله لتونس، مباراه تونس في نهائي دوري ابطال افريقيا. كعاده النادي الاهلي دايما وقدر انه كل يوم بيلعب على بطوله جديده، وان شاء الله يوفق في كل البطولات اللي بيخشها. يمكن الفريق زي ما انت قلت بعد راحه 48 ساعه، التدريب الاول كان النهارده كالعاده طبعا مستر كولر قبل التدريب كان فيه محاضره للاعبين في غرفه المحاضرات، من بعدها النزول لارض الملعب، وكان يمكن زي ما شفتوا في اللقطات اللي معاكم تدريب بدني قوي جدا، ومن بعده التدريبات بالكره. وحالا دلوقتي وانا معاك على الهواء التقسيمه دلوقتي بتجري في ارض ملعب مختار التتش هنا بالجزيره. فطبعا حابب اطمنك على عدد كبير جدا من اللاعبين الغائبين خلال الفتره الماضيه. عمرو السوليه الحمد لله انتظم في التدريبات الجماعيه النهارده، محمود متولي بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي بيجري تدريبات استشفائيه في الجيم، وباذن الله بكره هيكون موجود في التدريبات الجماعيه. طبعا حسب ما اتكلمنا مع دكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي للنادي ان الحمد لله الاستجابه والوعي بقوا احسن بنسبه كبيره جدا، ورد الفعل كمان، وان شاء الله غدا هيكون مع باقي زملائه. كمان ياسر ابراهيم موجود في التدريبات الجماعيه، محمد الضوي كريستو اللي كان غايب طبعا منذ فتره باصابه في الكاحل الحمد لله برده موجود وبيتدرب بشكل طبيعي، وطبعا عوده كمان رامي ربيعه واحد من اعمده الفريق الاساسيه خلال الفتره اللي فاتت الحمد لله شفي تماما وموجود في التدريبات الجماعيه. يعني نقدر نقول ان قائمه الفريق يا توفيق بكره ان شاء الله قائمه الفريق كامله، اعتقد ان الاسماء اللي انت قلتها واللي كانت موجوده او غابت الفتره الاخيره نتيجه يعني اصابات كلها موجوده وجاهزه للمشاركه مع الترجي. كابتن امير كمان عايز يسالك سؤال فيما يتعلق بعوده المصابين. توفيق ازيك عامل ايه؟ وطبعا برحب بيك، وكنا عايزين نطمن على اللعيبه وحاله التركيز، وكمان عايزين نطمن على محمود متولي يعني صحته عامله ايه؟ هل شارك ولا لا؟ اتدرب بشكل طبيعي ولا لا؟ ممكن تطمننا بعد اذنك؟ تحياتي ليك طبعا كابتن امير، منورنا ومنور شاشه قناه النادي الاهلي. حابب اطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي، محمود متولي اتكلمت عنه باستفاضه مع دكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي، قال ان كان طبعا في كلام كتير اتقال بعد المباراه انه هيقعد في الامارات يومين او هيرجع معانا على طول. بعد ما اطمن المباراة على طول فضلت اصطحابه والعودة مع الفريق للقاهرة، الحمد لله هو كان في راحة تامة لمدة يومين زي باقي الفريق. يمكن طبعا اتعمل له النهاردة قياسات وحاجات زي كده، قال لي الحمد لله رد الفعل الوعي بقى كامل بنسبة 100%، ولكن فضل النهاردة انه يخوض بعض التدريبات بس الاستشفائية داخل الجيم الخاص هنا بالفريق داخل النادي الاهلي، وان شاء الله بكره في التدريب الصباحي هيكون موجود باذن الله مع الفريق. زي ما قلت لك بقيه المصابين كلهم الحمد لله كلهم موجودين في التدريبات الجماعيه. يمكن كمان حاجه كويسه جدا في التدريب النهارده، اكرم توفيق موجود داخل الملعب النهارده بيأدي تدريباته وبرنامجه التاهيل. يمكن الدكتور احمد ابو عبله برضه سالته عليه واستفسرت عن اكرم وعن كريم فؤاد كمان، قال الحمد لله يعني اكرم ماشي بشكل اكثر من رائع في البرنامج التاهيلي بتاعه، وشغال يمكن كمان سابق المعدلات بتاعته طبعا بسبب الروح العاليه اللي عند اكرم، ربنا يكرمه ان شاء الله ويرجع في عربات. وكمان كريم فؤاد بيؤدي برنامجه التاهيلي والعلاجي بشكل اكثر من رائع، وباذن الله يعني يكونوا في القريب العاجل موجودين مع باقي افراد الفريق. عاوز اطمنكم كمان على بعثه الفريق وسفرها لتونس، يمكن كابتن سعد الحفيظ مدير الكره بالفريق طبعا وكابتن سمير عدل المدير الاداري سبق الفريق بالفعل النهارده الى تونس طبعا لانهاء كل الترتيبات الفنيه الاداريه هناك، سواء اماكن الاقامه اماكن التدريبات كل الحاجات دي. كابتن سيد وكابتن سمير عدل معودنا دايما ان هم بيسبقوا الفريق وبينهوها بشكل اكثر من رائع. باذن الله الفريق بكره عنده احمد تدريب صباحي هنا برده على ملعب مختار التتش بالجزيره، ومن بعده ان شاء الله هيبقى التحرك لمطار القاهره، ولان البعثه باذن الله هتسافر فيه تمام الرابعه عصرا، وان شاء الله يكون معاها كل دعوات جماهير النادي الاهلي بالتوفيق، وان شاء الله يعني خطوه كبيره واول خطوه او اول شوط في تونس يكون من نصيبنا بنتيجه كويسه تسهل كتير جدا علينا ماتش العوده باذن الله يوم 19، وباذن الله نكون في النهائي، وباذن الله اللقب ال 11 يكون قريب جدا من قلعه ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من داخل النادي الاهلي. دي اخبار تمرينه او عوده مره ثانيه للاهلي، استئناف تدريباته واستعداده لمواجهه الترجي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه في تونس.